اللي حضر العرس وجا وكبر بيا كنقول له شكرا بزاف. تنقول له الله يخليني ليك والله يخليك ليا. حاليا انا كندير دابا لي كافتون تراديسيونيل المغربيين اللي يمكن نكون في عالم الفن الله اعلم. سيمة العالم لاباس عليك؟ الحمد لله فيليسيتاسيون الزواج ديالها الله يكمل عليها بالخير. شكرا. الله يكمل عليك بالخير ان شاء الله وشي بيبي خليك ليلي. لا لا ضروري خليك ليلي. اللي حضر العرس وجا وكبر بيا كنقول له شكرا بزاف، واللي ما جاش واعتذر حتى هو تنقول له على الرحب والسعه. كما كيقولوا الغيب حشتو معاه ما كنعرفوش شنو يكون، والحمد لله داز كل شيء على خير. ما كنتش كنتوقع انه غيكون بهذا الكم وهذا الجماليه. ما شاء الله كان كل شيء بروفيسيونيل بالنسبه لي انا. عجبني الحال في كل شيء وكنت راضي عليه وشرفتوني وكنتوا معايا وشفتوا داك الشيء كيفاش داز. اللهم لك الحمد. الحمد لله. تنقول له الله يخليني ليك والله يخليك ليا، وان شاء الله الله يدومها محبه ان شاء الله يا ربي. حاليا انا كندير دابا لي كافتون تراديسيونيل المغربيين، وان شاء الله الجديد يمكن نكون في عالم الفن الله اعلم. ان شاء الله يا ربي الا كان شي دور كيناسبني كيناسب الشخصيه ديالي غادي يوصل للجمهور بحله زوينه بصوره زوينه، علاش لا ان شاء الله. الشخصيه اللي بغيتي تقدمي الدور الشخصية تكون ظريفة ما تكونش شريرة حيت أنا ماشي شريرة. صراحة متشوقة نشوف الفيلم بحالكم. كيشكروا لي الصديق ديالي سهيل هو اللي صيفط لي لانفيتاسيون، باي ذا واي كنقول له شكرا على لانفيتاسيون ديالك اللي صيفطتي لي. إن شاء الله باين من المنتجين والمخرجين والفنانين الكبار اللي فيه أكيد غيكون فيلم رائع، وكما قلت لك متشوقة نشوف إن شاء الله نقول لكم شنو غيكون في ليستوري. كنبغيكم بزاف، شكرا على الدعوات ديالكم، شكرا على الرسائل ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم. هاد الدورة دورة فنا.
للمزيد تابعوا فيديوهات مجلة لالا العروسة الحصرية.